يقول: ما حكم الذين يتوسلون بعلي رضي الله عنه وبالحسن والحسين والزهراء وهم يطوفون حول الكعبة؟ لا يجوز التوسل بالمخلوق، هذا من البدع، لا بالحسين ولا بعلي ولا بغيره، لا يجوز التوسل بالمخلوق في الدعاء، تدعو الله بدون أنك تتوسل، تدعو الله مباشرة، ما تقول بجاه فلان أو بحق فلان، هذا توسل مبتدع وهو وسيلة من وسائل الشرك. الله أمرنا بدعائه ولم يأمرنا بالتوسل إليه بأحد، بل قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوني بواسطة فلان ولا توسلوا إلي بفلان، ادعوني أستجب لكم. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولم يأمرنا بالتوسل بالمخلوقين. نعم.